السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. قبل نبداو في الموضوع تاعنا، ماذا بكم بارتاج كومونتير واعطونا جيم باش نلغوا كاع التبليغات اللي راهم على قناة شوبير ديزاد. اليوم الموضوع تاعنا وهو وين غادي نتكلموا على الموهبة المغربية آدم فوندار، يعني وين يوقع عقد احترافي مع جوفنتيس، هذا اللي غادي يلعب مع المنتخب المغربي، يعني ما كاش يعني وين ثاني لعاب مغربي على ما أظن، لما مانيش غلط كاين مهدي بن عطية وكاين هذا، إلا مانيش غلط سينيورا، إلا مانيش غلط ما نعرف، إلا ما يشغل كاين زوج على حساب ما نعرف، إلا مقبل كاين فكرونا. المهم أنا على بالي بلي كاين المهدي بن عطية كلاعب مغربي، وكاين هذا اللي وقع عقد احترافي مع النادي جوفنتيس. وين أقدم نادي جوفنتيس الإيطالي على التوقيع على أول عقد احترافي للاعبه المغربي الصاعد آدم فوندار لتأمين مستقبله في تورينو في الموسم القادم. وجاء تحرك جوفنتيس لتوقيع مع فوندار لاعب منتخب المغرب تحت 20 عام بعدما أبدت أندية إسبانية رغبتها في التعاقد مع اللاعب الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية السيدة العجوز. وقالت جوفنتيس في بيان نشره عبر موقع الإلكتروني يوم الاثنين أن فوندار الذي يشغل منصب مركز متوسط ميدان وقع أول عقد احترافي له مع فريقه ليبقى في صفوفه حتى 30 جوان 2026. وبدأ اللاعب خط الوسط المغربي المولود في عام 2006 رحلته مع جوفنتيس منذ صيف عام 2022 مع فئة أقل من 17 عام، ثم لعب العام الماضي 9 مباريات وكان جزء من الفريق الذي تألق في البطولة الشباب، كما لعب فوندار 9 مباريات هذا الموسم مع جوفنتيس لم يسجل خلالها أي هدف واكتفى في تمريرة حاسمة واحدة، لكنه بصم على مباراة كبيرة في وسط الميدان. وقال فوندار بعد توقيعه أول عقد احترافي مع نادي سيدة العجوز: أشكر النادي على الثقة التي وضعها في يعني في شخصي، وأشكر عائلتي ووكلاء أعمالي على الدعم الذي قدموه لي طوال هذه الأعوام. ويلعب فوندار مع المنتخب المغرب في المرحلة العمرية منذ عام الماضي، إذ لعب 13 مباراة مع فئة تحت 17 عام وثلاث مباريات مع فئة تحت 18 عام ليتم تصعيده إلى الفئة تحت 20 عام والتي لعب فيها مباراة واحدة شهر سبتمبر الماضي. وكانت بعض الأندية الإسبانية تسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي الصاعد، ما دفع جوفنتيس لتوقيع له عقد احترافي من أجل تحصينه يعني من أطماع الأندية الكبيرة. وحتى جوفنتيس نادي كبير فانيك ما نساوش لاعب، انشوف راني نشوف اللقطات تاعو ميليو تيران يعني يدور كيما يبغي. وقال انا سعيد جدا لمواصله رحلتي في هذا النادي العظيم، اشكر الفريق على الثقه والعائله اللي دعمتني على مدى كل هذه السنوات. شوف كيفاش 30 جوان 2026 يعني تشوف على بالك وما تشوف جوفنتيس ماشي ساهله باش من تاه باش توقع في نادي جوفنتيس، ماهوش ساهل. وزيد وين المغرب يعني وين بقياده لقجع يعني وين راهم يخدموا يعني بكل قوه سي محمد. وزيد على بالك الدور اللي لعبوه في 2022 خلى المنتخبات المغربية خلى كل لاعبين المغاربة يعني هما اللي حاولوا يتقربوا من المنتخب المغربي، يعني بعد الأداء الكبير والإعجاز، هذه إعجاز خويا وين وصلوا له ماشي سهلة.
هذه هي خويا. باش الناس يكونوا سبحان الله جديد هما صورتو هذاك كيسموه في نادي هولندي كيسموه اشرف زياش زياش يعني وين هذو فتحوا الطريق فتحوا طريق كبيره اخويا باش وصلوا لهذه المرحله يعني هذا الجيل صنعوا طريق الجيل بالخب ناس ولا كاين اللي ولا يسب في زياش ويسب صا زياش والتاريخ تاعو صغرت اخويا كيفاش الناس تخدم وهاذي شوف فيها ولا ويرا ميليو تيلعبو اياه ولا يلعب وين دايرلو لي فيديو تاوعو وهاذي هي خويا ناس خادمينلو لي فيديو تاوعو ماشي ساهل هاك تشوف خويا كيفاش خويا سبحان الله تشوف كيما هاكا تقول بلي ودي بصح اجتهد هما يشوفو وزيد هذو اللعابة وين راهم يجو صغار المنتخب المنتخبات الشبانية المنتخبات المغربية ميخلوش قالو كل اوكازيون يجيبه وغادي يتبع فيه روح هيا روح خدم عمر براسك هذه هي الناس وراي خادمة الناس وراي تخدم اللي جا شاف دين عمارة نهار اللي جا نهار اللي جا زاتشي هنا الجزائر جاش ذاك الشارف بوعلام الشارف هذاك هيا بغا يجيب لعابة صغار في ذاك الوقت كان عوار أي تنوري قويري ياسين عدلي كانوا قاع صغار عواشيش هادو كانوا قاع صغار باش يجيبهم ما قبلوش ها وين دخلنا في حيط حنايا حنا ها وين دخلنا في حيط وايو بزاف لي غلط لي غلط بس يتخدم خويا بيتخدم يعني وزيد هذو اللاعبين مغتربين فنتمنوا ان شاء الله بربي ما يصعبوش الحاله ولا والديهم يعني يصعبوا الحاجه تشوف مغاربه وين تشوف لازم بانك العائلات تاوعهم بانك يساعدوهم لازم العائلات حنا اللاعبين الجزائريين هذو الشباب لازم العائلات تاوعهم كيما بنقاره وكل لازم العائلات تاوعهم يعني بانك يدبروهم بانك يديروا لهم شوف كي تشوف انت كيما هكا تعرف بلي لعابه يعني هذو ما جاوش غير راهم والديهم هما اللي راهم دامرين وفانيك هي شوف ناس بلي والديهم فانيك دامرينهم ماشي غير هاك لعاب انت يا عمر ولا جا ما يعرفكش كاع منا ومن بعد يجي فرحان هذه اشتهيت هذه من الوالد هذه من الوالد خويا العائله كيفاش تهضر لولدها هذه هي الناس واحد ما يغلطش
هذه احنا الله ينجح كل واحد، مغربي مصري تونسي جزائري ليبي سوداني.